الرحيم. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يملي ويهمل العاصي لعله يتوب. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب. من على المؤمنين بنبي صاحب المقام الموهوب. وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. اللهم يا ربنا إننا نصبح ونمسي نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد ملائكتك ونشهد خلقك أجمعين أنك أنت الله الواحد الأحد. إياك نعبد وإياك نستعين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من صلى وصام، وأتقى لله من تهجد وقام، وأفضل من وقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. هو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق خلقة وخلقا، أفضل الأنبياء والرسل. جمع الله له الخير كله. اللهم صل على هذا النبي الكريم. ما دامت أرواح عبادك في أبدانهم إلى يوم القيامة، صل عليه يا رب أكثر مما نقول وأفضل مما نقول وخير مما نقول. أما بعد، معاشر الصالحين، عود على بدء من خلال العنوان الذي وضعناه للدروس الفائتة والقابل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. عسانا أن نوفي جزءا يسيرا من واجبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم أيها الإخوة تتذكرون الآيتين اللتين انطلقنا من خلالهما لنبين هذا العنوان، واجبنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصيغة أخرى ما الحقوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نفعلها. والآيتان أيها الإخوة، الأولى تبين رحمانية الله بالمؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والثانية توضح هذه العلاقة بين المؤمن وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وانطلقنا أيها الإخوة من مفهوم الرأفة والرحمة، وتحدثنا عن اللفظتين وعن دلالتهما تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال الدلالتين تحدثنا عن قصتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأولى حينما كان يقرأ من سورة المائدة وسورة إبراهيم، وتحدثنا عن الآيتين. والصورة الأخرى هي يوم القيامة، للحديث الذي ذكره الإمام البخاري، وقد فصلنا فيه بمشيئة الله وتوفيقه. يمكنكم أن تعودوا إلى الأشرطة لتتبين حقيقة الآيتين. وخلصنا أيها الإخوة، ما هو الواجب؟ أنا المؤمن تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف. فاستهللنا ذلك أيها الإخوة، ولعلكم تتذكرون أن أول واجب أن نؤمن إيمانا جازما على أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي رسول. الثاني من الواجبات التي تحدثنا عنها أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة كلها، لم يأخذه ربه إليه إلا أن قال الله تعالى في اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتحدثنا أيها الإخوة أن كل من شك بأنه لم يكمل الرسالة فليضع سؤالا، وهذا السؤال أنا لا أريد أن أتحدث عن حكمه، لأن الله تعالى قال له الآية التي كنا نتحدث عنها مرارا، وهي الآية 44 من سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. تبين ما نزل ومن قبل الذكر، وكأنك إذا أردت أن تقدر للآية، والتقدير جائز عند علماء التفسير، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم بين القرآن لأمته بل للبشرية كلها، لأن القرآن الكريم رسالة عالمية. ولذلك تجدون أن الخطابات الموجودة في القرآن: يا أيها الناس الكل، يا بني آدم الكل، يا أيها الإنسان الكل، وبعد ذلك هناك خصوصية لنا نحن المؤمنون حينما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. ولعل في إحدى الدروس أيها الإخوة حدثتكم بمشيئة الله تعالى على أن الخطاب حينما يكون للعموم يبقى على عمومه حتى تأتي قرينة تصرفه من العموم إلى الخصوص، لكن الذي ينبغي لنا أن نؤمن به بأن هذا الكتاب جاء للعالمين: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أما الواجب الثالث أيها الإخوة هو واجب المحبة. والحب أيها الإخوة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قولا وفعلا. وسأضرب لكم
أعطيكم مثالا أو مثالين، لكن آتي في البداية لنبين النصوص الدالة على هذه العلاقة، إن شئنا سميناها العلاقة الحبية بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبدأها أيها الإخوة بحديث أثلج صدري، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقد تناولنا الحديث مع إخوانكم في مسجد آخر، والحديث لعله يكون غريبا عند بعضنا، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل أن آتي إلى الحديث أبشركم أيها الإخوة إن مكانتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعدلها مكانا، انطلاقا من الحديث الذي سنسرده بمشيئة الله تعالى. والحديث يقول أشد، اسمعوا بصيغة المبالغة، أشد أمتي حبا لي، معي خليل معي، أشد أمتي حبا لي ناس يأتون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. سمعت هذا الحديث؟ أعيده ثم بعد ذلك نشرحه بما يسر الله تعالى. أشد أمتي حبا لي، من هم يا رسول الله؟ ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. الحديث كما أسلفت في صحيح مسلم، أشد صيغة مبالغة. قد يقول أحد لأحد أحبك، وهذا شيء محمود، لكن حينما تأتي إلى إنسان تقول أنت أشد حبا لي من غيرك، معناه أن درجات. ولذلك في الحديث لم يقل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن إنسانا يحبني ويكون بعدي، بل أشد أمتي حبا لي. والحب أيها الإخوة كما أسلفت فلا بد له من فعال، وهذه قاعدة عامة في كل تصرفاتنا، فلا بد أن نمزج بين القول والفعل، وإلا سقطنا في المحظور كما قال ربنا في الآية الثانية والثالثة من سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أي أن المؤمن الذي تكون عبادته عضين هي كبيرة من الكبائر. ما معنى عضين؟ أي يقول القول ويجافي الفعل، وهذا موجود أيها الإخوة حتى في لا إله إلا الله. أنت حينما تقول لا إله إلا الله هل ينبغي أن يكتفيها بها لسانك؟ لو كان ذلك كذلك فكفار قريش قالوا
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن فلا إله إلا الله أيها الإخوة هي منهج حياة. إن لم تأخذ بتلابيبك لا إله إلا الله فعلا بأمر وتركا لنهي فما قيمة لا إله إلا الله؟ يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون. وبعد ذلك ماذا؟ كبر، كبر ذنب، كبر مقت، كبرت معصية. أتدرون لماذا؟ لأنك حينما تكتفي بالقول بدون الفعل آنئذ تكون عبادتك غير خلقية. معنى أضرب مثالا، قد تقول للناس الغيبة حرام ويقول فيها الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، وبعد ذلك ولكن أنت تغتاب. إذن فتصبح كبيرة من الكبائر. ولذلك فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينطلق من انفعال. أسألكم سؤالا أيها الإخوة، إنسان لا عذر له وهو يسمع آذان الفجر ولا يأتي إلى المسجد أيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويجوش تقوله أنا غادي نقول لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام الدارقطني يقول من سمع المنادي ولم يأته فلا صلاة له إلا لعذر. وقال سيدنا عبد الله بن عباس العذر المرض أو الخوف. فإن كنت مريضا الله تعالى يكتب لك صلاة فجرك كأنك مع الجماعة. إن كنت خائفا أي أن المسجد بعيد وتخاف على نفسك، لأن النفس هي ضرورة من الضرورات الخمس التي ينبغي لنا أن نحفظها. الضرورات خمس منها النفس. إذن فالحب، ودعوني أيها الإخوة قبل أن أسترسل في الحديث أتحدث عن صهيب الرومي الذي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صهيب الرومي هو ليس عربيا بل هو رومي، كما أن سلمان الفارسي فارسي ولكن نال الشرف حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان لنا آل البيت، كررها ثلاثا. وهذا فيه دليل أيها الإخوة بأن الإسلام لا يعتبر العرق في غياب الدين. النسب جميل، جميل أن يكون الإنسان صاحب نسب، لكن إذا كان هذا النسب من غير دين فماذا؟ خذوا قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة، وفي قراءة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. من هو أبو لهب؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نفعه؟ ما نفعه. لما؟ لأن الدين هو الفيصل، العقيدة هي الفيصل. صهيب الرومي أيها الإخوة هذا الصحابي الجليل الذي دخل مكة وتاجر وربح بيعه في التجارة المادية، لكن حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى المدينة المنورة، لم يستطع أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما قيمة المال ونبي مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ فأراد أن يذهب إليه لأن الحب دفعه ليذهب إلى حبيبه هناك بالمدينة المنورة. فوقف له صناديد قريش بأبواب مكة فقالوا له: جئتنا صعلوكا لا تملك شيئا، وأنت أصبحت من الأثرياء في مكة، أتريد أن تأخذ مالك إلى؟ وذكروا كلمة أنا لا أذكرها لأن لساني لا يستطيع أن يذكرها. فسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصابئ وهو حاشاه، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدخل الحب فقال لهم: أإذا تركتم لكم مالي كله أتخلوا سبيلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أترك مالك واذهب إليه. استوعبتوا ولا استوعبتوهاش؟ نحن لم نستطع أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بالصلاة عليه. هذا ترك ماله نصفه، جزءه، ربعه، كله. تخيلوا معي أيها الإخوة أن صهيبا وهو في طريقه من مكة إلى المدينة كيف كان شعوره؟ أيقول مثل ما نقول: ندمت، كان علي أن أخذ جزءا من مالي أو أترك مالي وأنا أحب محمد صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، ما الفرق بين المدينة؟ هذه هواجس ما تسمى بتلبيس إبليس، لكن هو لم يفعل ذلك. أتدرون لماذا؟ لأنه يعلم أن ماله فان، وأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم باق، وهو سينتقل من البيت الفاني إلى البيت الباقي. وهنا أطرح سؤالا أخي عبد الحق، تصوروا معي لو أن صهيبا الرومي قال: لا، أنا أبقى في مكة، هذا مالي، تجرت بالحلال، كم سيعيش بعد ماله؟ دعونا أيها الإخوة أن نعطي 950 سنة كما لبث نوح عليه السلام، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 سنة، نعطي لصهيب هذا العدد. مات، مات ولا مش مات؟ مات، نظرا لأن 950 سنة انتهت. لكنه لا، لأنه تذكر قول الله تعالى بهذه التجارة التي بيننا وبين الله: فأول ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه فقال: ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب. انظروا إلى هذا الحب وهذا الزهد في المال وهو من الحلال، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أيها الإخوة لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لكفى صهيبا، لكن الله تعالى قال فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شرى هنا أي باع، كما في يوسف عليه السلام: وشروه بثمن بخس، أي باعوه، لأن الفرق بين اشترى وشرى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أين صهيب اليوم أيها الإخوة؟ تصوروا معي لو ترك ما أخذ ماله وبقي في مكة المكرمة، أشد أمتي حبا للناس يكونون بعدي. لفظ
رافضة ينبغي للمؤمن أن يتزين بها في حياته كلها، لأن الحديث لم يقل أشد أمتي حبا لي ناس ووقف. لو كان ناس لكان أبو بكر وعمر وعثمان وإلى آخره، هؤلاء الصحابة الكرام الذين ضحوا، وسآتي إليها في درس قابل بمشيئة الله، ضحوا بكل غال ونفيس حتى قال الله في حقهم في الآية 29 من سورة الفتح: محمد رسول الله، وبعد ذلك الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا. الآيات هي آية واحدة، الآية 29 من سورة الفتح. أولئك رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. ونحن لم نره، ألا نستحق أن نكون معه؟ محمد رسول الله والذين معه. ولذلك أيها الإخوة، كنت أقول في قرارات نفسي: تعس أولئك الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. واش معايا السي خالد؟ والله ما مرة أذهب، قل ما يقول المؤذن وبعد ذلك نتمم الحديث بمشيئة الله. قلت لكم أيها الإخوة، تصوروا أن خلقا من خلق الله يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، يرى حقيقة خلقه ولم يؤمن به. وقد ذكرت لكم أيها الإخوة، إن من أشد الذنوب التي تفتك بصاحبها وهو الكبر. ولعلي ضربت لكم مثالين لذلك، لأبي لهب ولأبي جهل. أتعجب وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلقته وخلقه، وكيف لا يؤمن؟ أما أبو لهب دفعه كبره أن يقول تبا لك حينما أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. نادى في عشيرته، كان هذه دعوة، فوقف على جبل الصفا، وقيل على جبل المروة، وقيل على جبل أبي قبيس، ونادى في أهله، فقال لهم، وهذا شيء جميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يسمى بالتقرير
أي أنك حينما تريد أن تحاور أحدا لا بد أن تقرره. فقال لهم: أرأيتم إن قلت لكم أن خيلا وراء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ الذي أجابه أبو لهب قال: والله ما عهدنا عليك كذبا يا ابن أخي. شيء جميل. فقال: إني رسول بين يدي عذاب شديد. قال: تبا لك، لهذا دعوتنا؟ أنت الآن في توان، الآن قلت ما سمعت منه كذبا. وأبو جهل كذلك كان يقول: والله إني لأعلم أن محمدا صادقا. قيل له: ما هي أبا الحكم؟ ولما لم تؤمن به؟ قال: أخاف أن أعير من بنات العرب أنني أتبع رويعي الغنم. الكبر. ولذلك أنا كنت بكل صراحة أضع هذا السؤال: كيف لعقبة بن أبي معيط لم يؤمن به؟ كيف لأبي جهل لم يؤمن به؟ ولغيرهما. فكنت أعود إلى نفسي أن تلكم المضغة التي بين جنبينا هي بيد الله، يهدي بها من يشاء ويضل بها من يشاء. ولعلكم أيها الإخوة وأنتم ذاهبون إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وتريدون أن تسلموا عليه، كيف يكون حالكم؟ أنا أقرأ عيونكم بأنها تدرف من الدموع وأنتم تسمعون هذا السؤال، بل أن تقولوا: السلام عليك يا رسول الله، كيف يكون حالك؟ لم نره وآمنا به. ولذلك أيها الإخوة، حينما يأتينا الحديث منه عليه الصلاة والسلام، سواء كان في صحيح البخاري أو مسلم أو الموطأ أو غيره هذه الكتب، ماذا نقول؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكننا أن تأخذنا ريبة على أن ما قاله عليه الصلاة والسلام، خاصة حينما يأتي علماؤنا ويقولون بأن الحديث صحيح، كيف تجد في نفسك؟ خذ أخي الكريم الآن حديث أنت تحفظه يرحمك الله، وقرأه على نفسك، سترى حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا آمنا به ولم نره، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومنه سنرى يوم القيامة. تأخذ الدليل، أعطيكم الدليل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. سنراه أم لا؟ نراه بمشيئة الله سبحانه وتعالى إن أحببناه قولا وفعلا. أما إن أحببناه قولا وضربنا الفعل عرض الحائط، وفي اللغة العربية نقول عرض ولا نقول عرض الحائط، عرض الحائط، آنئذ الله أعلم بحالنا. لكنك إن أحببته فعلا ومن قبل القول بمشيئة الله، لأن الآية هي التي تجيبك على أساس أنك أطعت الله وأطعت الرسول، وطاعة الله وطاعة الرسول لا بد أن يكون فيها القول والفعل، كما قال ربنا في الآية السابعة من سورة الحشر: وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه. الحياة كلها مبنية على هذه الآية،
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أشد أمتي حبا لي ناس من هم يا رسول الله؟ يكونون بعدي، أي إذا بعد وفاته صلى الله عليه، يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. معنى ذلك أي لو ساومت أو ساومك أحد أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تفقد مالك وأهلك لأحببت أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم فضل ونعمة ومنة. أما مالك قد يكون وبالا عليك، إن من أموالهم وأولادهم فتنة، رسول الله لا. ولذلك أنت تحب أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حبك له عليه الصلاة والسلام يأخذك إلى الجنة، يأخذك إلى المعية، إلى معيتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سنتحدث عنه حينما نأتي إلى واجب آخر. وأختم أيها الإخوة بحديث هو صلب الحديث الآن في ذكره، وأكرره عليكم لكي تحفظوه، ابتداء لتعرفوا حقيقتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشد أمتي حبا لي ناس يأتون بعدي، أي لا يدخل الصحابة في الحديث، لأن الصحابة كانوا معه، كانوا كانوا معه، أي يأتون بعدي، يود أن يحب أحد هؤلاء الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أرادوا مقارنة بين الأهل والمال وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني يوضح ذلك وضوح الشمس في كبد النهار، والحديث في صحيح البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ومن نفسه ومن الناس أجمعين. فقال عمر رضي الله عن عمر ابن الخطاب، هذا الرجل الذي جاء القرآن الكريم في 14 آية توافقه، عليه السلام، فقال عمر: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من مالي وولدي إلا من نفسي. لا تظنون على أن سيدنا عمر أراد بذلك التكبر، بل أراد أن يشرع لنا شيئا، وهو الجواب الذي أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا يا عمر. قال: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. أتظنون على أن عمر رضي الله عنه يحب نفسه أكثر من رسول الله؟ من قال ذلك فليحاول أن يضع علامة استفهام على إيمانه. عمر الفاروق، لكنه وكأني به عليه رضي الله عنه يريد أن يشرع لنا بأن الإنسان لا ينبغي له أن ينفك عن هذا الحب الوثيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع نفسه. ودعوني أيها الإخوة أن أضع معادلة، وحينما أتحدث عن المعادلة
أترك لكم أنتم الجواب. تصوروا معي لو أن عندنا ميزان والميزان فيه كفتان، نضع حب أنفسنا في كفة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفة الثانية، فنأتي إلى حب النفس ونحن نعلم بأن النفس قد تأمرك بالمعروف كما تأمرك بغير ذلك، إن النفس لأمارة بالسوء. ضع كل ما تعتقده خيرا أشارت إليه نفسك في كفتين، وضع المقابل بأن هذه النفس التي أنت تحبها قد تأخذك إلى الهاوية، قد تأخذك إلى الشرك بالله، قد تأخذك إلى الغيبة، قد تأخذك إلى مجموعة من المحاذير. تأتي إلى الكفة الثانية ونجعل الكفة اليمنى هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه علمنا أن أحب إليه وهو التيمن. نأخذ كفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا لي بربكم أجيبوني في خواطر أنفسكم، هل أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء؟ والله لو قرأت أنفسكم وقلوبكم جميعا لعلمت بأنكم أن تقولوا لا. كيف بالرؤوف الرحيم أن يأمرنا بذلك؟ فإذا كان الجواب كذلك أيها الإخوة، فمن الأولى في المحبة، النفس الأمارة بالسوء أم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الحياة كلها لك طريقا إلى الجنة؟ إن هذا صراطي مستقيما، ماذا نعمل به؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. إذن الواجب الثاني تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبنا له، انطلاقا من الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم والحديث الثاني الذي أخرجه الإمام البخاري. وسأسألك يا خالد يا عبد الحق عن الحديث الأول في الأسبوع القادم بمشيئة الله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، خاصة أن صلاة العشاء أصبحت تدب دبيبا بل تسرع سرعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن كان فينا من مريض فاشفه يا رب العالمين، اللهم اذهب عنه البأس واشفه فإنك أنت الشافي، فلا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم صل وسلم.